إبداعات شبابية ناهزت 150 مشروعاً وابتكاراً نتاج عقول محلية وخليجية وعربية دشنت النسخة الثالثة من معرض الصناع الدولي الذي ينطلق برعاية أميرية سامية. الصناعة التكنولوجية والتعليمية إضافة للفنية شكلت انطلاقة أساسية للمعرض الأكبر من نوعه عالمياً. بلا شك يعني اليوم هناك نلاحظ تطور ملحوظ لأغلب هذه أصحاب الحرف الصناعية، ولله الحمد يعني نلاحظ أيضا تطورهم هو، وبدأ كثير منهم وإن كانت هواية إلى الآن أصبح يمارس العمل التجاري من خلال هذه الحرفة وأصبحت مصدر عيش له. بلا شك نحن يعني كحكومة دولة الكويت نحاول قدر الإمكان أن نرعى هذه الصناعات وهذه المواهب، نوفر لها بعض المتطلبات. المعرض يتيح الفرصة للصناع الشباب بعرض مشاريعهم وأفكارهم الإبداعية أمام الجمهور بطريقة تفاعلية والتي يمكن أن تتحول إلى مشاريع كبرى مستقبلاً. متخصصة بس في الخزف حق فئة معينة اللي هي فئة البنات، أسوي دورات، طبعاً صار لي 10 سنوات في المهنة هذه، أقدر أقول هذه الأشياء اللي قاعدة أسويها هي فقط تسلية، وهي هم من وظيفتي أساساً، بس استغليتها حق أني أنا أطور أسوي لي مشروع صغير. نشتغل في صهر الزجاج وتشكيله، في تطبيقات معينة. اليوم إحنا شغالين على شيء اسمه lampwork أو flamework، هذا جزء صغير من عالم الزجاج، وطبعاً الزجاج من أقدم التطبيقات اللي موجودة عند الإنسان، فإحنا حابين إن شاء الله الكويت تصير مورانو الشرق الأوسط، وإن المصممين والناس يجون وينفذون تصميماتهم في مركز يدوي للزجاج إن شاء الله. معرض ضخم يسهم في النهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي الكويتي، استطاع في فترة قصيرة أن يضع بصمة على خارطة المعارض العالمية بعد احتضانه طاقات ومواهب من دول متعددة. لتلفزيون المجلس، رياض العبادي.